نبدأ هذه النشرة بخبر اليوم، وهو عمليات انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الجهات 12. بالعيون جرت صباح اليوم عمليات انتخاب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء. مرشحان اثنان دخل سباق الفوز برئاسة الجهة، مرشح الأغلبية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومرشح المعارضة عن حزب الاستقلال. التصويت العلني أفرز انتخاب سيدي حمدي ولد رشيد عن حزب الاستقلال رئيسا لجهة العيون الساقية الحمراء. التفاصيل في روبورتاج لحسن هوبان ويوسف ويشو. في جو يسوده الهدوء والترقب، تمكن حزب الاستقلال من حسم انتخابات مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ب 21 صوتا مقابل 15 صوتا لوكيل حزب التجمع الوطني للأحرار. هذه نتيجة متوقعة، لأنه احنا الهيئة الوحيدة السياسية على مستوى جهات المغرب اللي جابت أغلبية ديالها مريح، هيئة سياسية حزبية واحدة، يعني توقع كان في محل. المهم الآن ما تلبق إلى هيئة سياسية ولا بقى شيء، الآن وهو الانخراط في هذه المسيرة الديمقراطية اللي قطعها المغرب على رأسه، وهي الجهوية المؤمنة يعني بمشروعها الجديد. خص جميع الأحزاب السياسية تتوحد وتتآزر وتبني بلدها وتبني جهتها. تقريبا النتيجة كانت شبه متوقعة، والتصويت داز في جو ملائم، لكن لو أغلبيته كله الناس اللي مصوت عليه، وإحنا النتيجة قابلين بهذه الديمقراطية. انتخاب رئيس مجلس الجهة أعقبه انتخاب ستة من نوابه حصد حزب الاستقلال مجمل مقاعدهم، من ضمنهم امرأتين تتحدثان عن هذه التجربة الأولى من نوعها في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا شرف عظيم لي ولباقي عضوات المجلس الجهوي لأول مرة نشارك في هذه العملية في إطار توجه جديد، في إطار جهوية جديدة للجميع يعلق عليها آمال وأمال كبيرة، تنفيذ للتعليمات المولوية السامية لصاحب جلالة نصره الله من أجل النهوض بهذه المنطقة، وهذه الجهة الرهن عليها جميعا باش تكون إن شاء الله تمشي إلى الأمام. مباشرة بعد تحديد هوية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، خرج أنصار حزب الاستقلال ينتشون بما حققوه من فوز، فيما يتطلع المواطنون إلى المرحلة المقبلة التي يفترض أن يباشر فيها رئيس مجلس الجهة مهامه في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية. وعملية الانتخاب بجهة العيون تمت في غياب ثلاثة أعضاء. وجهة قلميم ودنون عادت فيها الرئاسة لعبد الرحيم بن بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعشرين صوتا مقابل 19 صوتا لعبد الوهاب الفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وبالنسبة لجهة فاس مكناس، عادت رئاسة الجهة لمحند العنصر بثلاثة وأربعين صوتا من أصل 69، وقد امتنع عن التصويت تسعة أعضاء، فيما تغيب الأعضاء 15 لحزب الاستقلال. وجهة الدار البيضاء سطات عادت فيها الرئاسة بعد صراع بين مرشح الأغلبية ومرشح المعارضة لمصطفى الباكوري بأربعين صوتا ومقابل 34 وامتناع صوت واحد. 34 صوت حصل عليها عبد الصمد حيكر. روبورتاج زهير الداودي وعثمان مواضيع، والتحرير لياسين كويندي. عبد الصمد حيكر مرشح الأغلبية الحكومية عن حزب العدالة والتنمية، أول الملتحقين بمقر ولاية الدار البيضاء لخوض غمار المنافسة لرئاسة الجهة. أجواء ما قبل الاقتراع تبعث على التفاؤل بالنسبة إليه. الديمقراطية نتمنى أن صوت الشعب يغلب فيها، هذا هو. طبيعة الحال غادي يتمر، ما يمكن تمر إلا في أجواء إيجابية، لأنه إحنا مأمنين بالديمقراطية، مأمنين بإنجاح هذه المحطة. مصطفى باكوري مرشح المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة يدخل سباق رئاسة الجهة برهان المنافسة الشريفة، والحسم في نظري سيكون للتصويت. إن المنافسة كاين فيها وفيها، منافسة عندها ضوابط عندها قواعد، نتمنى أن هذه القواعد هي اللي تحترم وتطبق إن شاء الله، لأن هذا هو الرهان الأساسي، واللي غادي يصوتوا يختاروا من يرونه الأنسب.
وساد جو من التفاؤل المطبوع بابتسامة المنافسة الشريفة بين المرشحين الاثنين في اللائحة النهائية التي حسمت في رئاسة جهة الدار البيضاء ستات، كل واحد منهما بتطلعات أكبر في تشكيل مكتب جهوي قادر على تلبية حاجية ساكنة الجهة. في نهاية المطاف بغينا تكون أغلبية اللي غتفرز واحد الرئاسة، واحد المكتب اللي غيمكن يسير الشؤون ديال مجلس جهة الدار البيضاء ستات بما يستجيب لتطلعات الساكنة ومتطلبات تنمية البلاد ديالنا. إذا يسر الله هذه الخدمة نقوم بها من موقع الرئاسة غنتوكلوا على الله، كان ضروري نكونوا من خلال المعارضة غنقوم بهذا الدور أيضا من خلال المعارضة. الرهان العام ديال المجلس يكون قوي والمؤسسة تكون قوية، راه من هادشي علاش داخلين الانتخابات أصلا من بدايتها إلى نهايتها إن شاء الله، ولكن كنتعاملوا بها مرحلة مرحلة. غمار التنافس بدأ بالتصويت العلني والمباشر عن طريق اختيار المرشح الأكبر سنا لتسهيل عملية التصويت، ومن بين 75 عضوا تم الحسم في منح الأغلبية المريحة لمصطفى الباكوريا الذي حصل على 40 صوتا مقابل 34 صوتا لعبد الصمد الحيكر مرشح حزب العدالة والتنمية، نتيجة ساد فيها منطق التحالف الذي منح حزب الأصالة والمعاصرة مفاتيح تسهيل أكبر جهة بالمملكة جهة الدار البيضاء ستات. ورئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة فعادت للسيد عبد الصمد سقل عن حزب العدالة والتنمية بحصوله على 49 صوتا، فيما حصل منافسه عمر البحراوي عن حزب الاستقلال على 25 صوتا من أصل 74. وبالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد انتخب السيد إلياس العمري عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس الجهة بحصوله على 42 صوتا من أصل 63، وحصل منافس السيد سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية على 20 صوتا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. روبورتاج ميليندا المريني ودريس الكوهن والتحرير لسعيدة بن عائشة. رئيس جهة طنجة طوان الحسيمة إلياس العماري نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة فاز ب 42 صوتا بالاقتراع المباشر مقابل 20 صوتا لمنافسه في حزب العدالة والتنمية من مجموع 63 صوتا وامتناع صوت واحد عن التصويت. حقيقة ماشي ربح بالنسبة لي، بالأكثر يعني هي مهام تزادت على عاتقي وغادي نشتغل من هذا الموقع كرئيس ديال المواطنة والمواطنين اللي كينتسبوا لهاد الجهة كلهم وديال جميع الأعضاء اللي اختاروهم المواطنة والمواطنين في هاد الجهة. وحصل القيادي في حزب الجرار على غالبية الأصوات مدعوما من أصوات حزب الاستقلال، وبعدما كان حزب العدالة والتنمية يتوقع رئاسة الجهة خيب ظنه منطق التحالفات في الساعات الأخيرة. لان حنا كنتوقعوا ما جينا نسيروا وعندنا اغلبيه، ملي ما جاتش عندنا الاغلبيه غنجلسوا غنتذكروا شنو كيخصنا نديروا. مع المسؤول الجديد الان لرئاسه طنجة تطوان الحسيمة ليس هناك اي فرصه للعمل مع هذا السيد. الى جانب منصب الرئيس عادت ثلاثه مناصب بالمكتب المسير الى حزب الجرار في حين فقد عموديه طنجة. وبجهة مراكش أسف ومن دون صراع بالنظر لتقديم ترشيح واحد ووحيد لرئاسة الجهة، اليوم وبالتصويت العلني تم انتخاب محمد خشيشن عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجهة مراكش أسف ب 55 صوتا مقابل 17 رافضة. روبورتاج صديق بن زينة ورفيق جومد. ب 55 صوتا من أصل 72 المعبر عنها تم انتخاب المرشح الوحيد أحمد خشيشن رئيسا لجهة مراكش أسفي، فيما بلغ عدد الأصوات الرافضة 17 صوتا. أهم شيء وهو الإرادة اللي تم التعبير عليها خلال مختلف المحطات لوكبة الاستحقاق ديال 4 ستنبر بالنسبة للجهة، واللي هي إرادة ديال مختلف مكون الطيف السياسي بالمساهمة بشكل فعلي في إرساء دعائم هذه المؤسسة الفتية اللي هي مؤسسة الجهة بالمفهوم الجديد اللي حدد الدستور ديال 2011، وهذا بدون شك
هو أهم دعم اللي يمكن الفريق اللي تولى تدبير هذه المرحلة يلقاه، ونتمنى أنا شخصيا أن هذه الروح تبقى مستمرة. التحالفات كانت تحالفات اللي كان متفق عليها وهذا، وبالنسبة للأجواء كانت أجواء جد مزيانة. نحن فخورين بهذا التسيير مع المجلس الجهوي، كذلك في قيمة السيد الرئيس دخلت أنا بنقطة نظام على أساس أن اليوسفية ما كانتش محدودة بالنسبة يعني المجلس ككل، ولكن السيد الرئيس أعطى الوعد ديالو باش تكون اليوسفية هي في يعني المأمن ديال المجلس مع سائر الفرق. وفي الوقت الذي صوت فيه مرشح الأحزاب الفائزة بمقاعد الجهة في إطار تحالف أفرز غالبية 55 صوتا لمرشح الأصالة والمعاصرة لرئاسة الجهة، تم وقع حزب العدالة والتنمية في المعارضة. أجواء دارت في جو هادئ وديمقراطي يعني بكل صدق، يعني ربما احنا بالنسبة لنا الجهة اليوم الموسعة هي واحد المؤسسة جديدة وستطلع يعني بأدوار تنموية في كل جهة يعني بشكل كبير جدا، ويعول عليها المغرب يعني في التدبير ديال الجهوية وديال المركزية. الحقيقة احنا كنا بغينا ان ربما نديروا واحد التشارك يعني يجمع الجميع باش يمكننا ننجحوا هذه التجربة هذه، ولكن للأسف ان الحزب الذي منه رئيس الجهة ما لم يتجاوب مع هذه القضية. انتخب إذن رئيس جهة مراكش آسفيه، كما انتخبت هياكل المجلس لتوكل قيادة سفينة الجهة للأصالة والمعاصرة، وكان مرشح حزب الجرار تصدر نتائج الانتخابات الجهوية على صعيد جهة مراكش آسفيه بحصولهم على 24 مقعدا من أصل 75 مقعدا المكونة للجهة. وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة فقد عادت رئاستها للسيد إبراهيم مجاهد عن حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 35 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه مرشح حزب الحركة الشعبية السيد المهدي عتمون، وذلك من مجموع عدد الأصوات البالغ 57 صوت مع تسجيل غياب عضوين عن جلسة التصويت. أما فيما يتعلق بجهة سوس ماسة فقد انتخب اليوم السيد إبراهيم حفيدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة بعد حصوله على 39 صوت مقابل حصول منافسه عبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال على 18 صوتا. روبورتاج الحسين وزيغ وعادل بوزكري. التصويت العلني برفع اليد من المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للتصويت على رؤساء الجماعات والجهات. السيد إبراهيم حفيدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار يحظى بأغلبية مريحة من الأصوات تعدادها 39 صوتا مقابل 18 صوتا لمنافسه عبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال. جينا عدة أغراس إن شاء الله غادي نحاولوا وصل الأوراس المهيكلة، وكنتمنى باش يكون دائما كما هو يعني معروف بسيادة سوس ماسة يكون واحد العمل كل لا الأحزاب الأغلبية ولا المعارضة ولا القطاع الخاص والمجتمع المدني يخدموا جميع باش يعني نحققوا الساكنة المبتغى اللي هو التنمية المستدامة لجهتنا جهة سوس ماسة. إبراهيم الحفيدي ينتخب إذن للمرة الثانية على رأس جهة سوس ماسة بعد انتخابات رابع شوتنبر، وبعد التقسيم الجهوي الذي ألحق إقليم درعا بجهة درعا تافيلالت، فيما تم إلحاق إقليم طاطا بجهة سوس ماسة، جهة بمليونين ونصف المليون نسمة، وهي من الجهات الأربع بالمملكة والتي تخلق أزيد من نصف الثروة الوطنية ب7.7%. إهانات كبيرة وتحديات كبيرة خاصة بانضمام إقليم طاطا الجهات سوس ماسة، وكنعرفوا هذا الإقليم عنده انتظارات كبيرة من أجل التنمية ديالو، من أجل إلحاقه بالركب ديال باقي الأقاليم ديال الجهة. كذلك هناك برامج كبيرة اللي كانت في المجلس السابق واللي كينتظر الساكنة اللي كتنتظر الساكنة ديال الجهة من أجل تفعيلها على وتجسيدها على أرض الواقع.
المجلس الجهوي لسوس ماسا بأقاليمه الستة في التقسيم الجديد بلغت مجموع استثماراته في الست سنوات الأخيرة ما مجموعه أزيد من 720 مليون درهم، خصصت غالبيتها لإنجاز مشاريع التنمية البشرية وتأهيل القطاعات الإنتاجية بهذه الجهة. كما تم اليوم انتخاب السيد الخطاط ينجا عن حزب الاستقلال رئيسا لجهة الداخل واد الذهب، وحصل الخطاط ينجا على 18 صوتا مقابل 15 لمنافسته السيدة عزوها من الشقاف عن حزب الأصالة والمعاصرة. ورئاسة جهة الشرق عادت لعبد النبي بعيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 32 صوتا، فيما لم يحصل المنافس عبد القادر سلامة إلا على 18 صوتا وامتناع صوت واحد عن التصويت. في وعادت رئاسة جهة درعا تافيلالت للحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية ب24 صوتا مقابل 18 صوتا لمرشح حزب الاستقلال محمد الأنصاري.